وإن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ويهمز ضيزى خش عن خاش عن شفا حميدا وخاطب يعلمون فطبك لا. وانتهينا من هذا البيت، وكان هذا البيت في سورة القمر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: سورة الرحمن عز وجل. ثم قال وعد الآية فيها، نأخذ عد الآية عشان ما نحصلش المرة اللي فاتت. الآية في سورة الرحمن عز وجل 78 في العد الكوفي والشامي، و77 في العد الحجازي. الحجازي طبعا هيبقى الايه؟ المدني الاول والمدني الاخير والمكي. و76 هيبقى في العد الايه؟ البصري. هو اللي باقي معانا، مش هيبقى غير الايه؟ البصري، لان خدنا الكوفي والشامي والمكي والمدني الأول والمدني الأخير ويبقى البصري. قال رحمة الله عليه: ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا. في قوله تعالى: والحب ذو العصف والريحان، يقرأ المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر، والحب ذا العصف والريحانا، خلاص. ثم قال: والنون بالخفض شكلا، معاها برضو هناخد المساحة دي كلها. النون اللي هي ايه؟ الريحان، يبقى حمزة والكسائي يقرآن: والحب ذو العصف والريحاني. يبقى الريحان فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات: الريحان والريحانة والريحاني. والحب وذو فيها كم قراءة؟ اثنين. والحب ذو والحب ذا. يبقى عرفنا اللي ظاهرين هنا في الترجمة قدامنا مين؟ كم واحد؟ ثلاثة. ثلاثة. الباقون اللي احنا عندنا ابن عامر وحمزة والكسائي، يبقى عندنا ايه؟ اهل سماء بالكامل. ومين معاهم؟ وعاصم، ومعاهم عاصم. دول يقرؤون ايه؟ والحب ذو العصف والريحان، خلاص. حمزة والكسائي معاهم والحب ذو العصف والريحاني، وابن عامر اللي خدها كلها والحب ذا العصف والريحانا. قال المهدوي رحمة الله عليه: قراءة ابن عامر على أنه عطف على الأرض، لأن معنى والأرض وضعها يعني خلق الأرض، خلق الأرض، خلاص. يبقى عطف ابن عامر على الإيه؟ على الأرض. ومن رفع عطف على فاكهة، لو قدامكم المصاحف هتبقى واضحة. فاكهة دي فين؟ ما في الآية معانا بس، يبقى عطف على ايه؟ فاكهة. والحب ذو العصف والريحان. طيب، ومن خفض الريحان؟
خفض الريحان عطفه على ايه يا أستاذ اللغة؟ تتوقع على العصف. نعم، عطفه على العصف، من خفض الريحان عطفه على العصف، يبقى ابن عامر عطف على الأرض. اللي الرفع معطوف على فاكهة، حمزة والكسائي العطف على الايه والعصف، دي ما فيش فيها قراءات، ده العصف ايه؟ ذو العصف عند الجميع، ما فيهاش كلام. ده كلام مين؟ كلام الإمام المهدوي اللي في المعاني. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: والعصف ايه العصف ده؟ قال: ورق الزرع ويقال له التبن. وأما الريحان فهو الحب، ومنه قيل للرزق ريحان. ونقل بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه اللي هو أبو منصور قوله: العصف الزرع والريحان الرزق، والريحان الرزق. يبقى يغلق عليها قوسين بس نعرف كده القراءات. الحب وذو فيها قراءتين: الحب والحب، وذو وذا. والريحان فيها ثلاث قراءات: الريحان والريحانة والريحاني. ما فيش حد يبقى نفسه في حاجة، بس كانت فضلة حاجة واحدة بس، هيبقى ايه؟ السكون، ودي ما تجيش. طيب، ثم قال رحمة الله عليه: ويخرج فضم وافتح الضم إذ حمى، وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا. أو سين عليه: ويخرج فضم وافتح الضم إذ حمى، يخرج منهما اللؤلؤ، يخرج منهما. قال: ويخرج فضم، أضم إيه؟ الياء. وافتح الضم، المين؟ الراء. يبقى إيه؟ ويخرج فضم، يو يخرج، يخرج. والباقون يقرؤون إيه؟ خذ الضد، يخرج. إذ حمى، مين دولة؟ نافع وأبو عمرو. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن فتح الياء أنه جعل الفعل للؤلؤ والمرجان، والحجة لمن ضم الياء أنه دل بذلك وبفتح الراء على بناء الفعل لما لم يسمى فاعله بس. ويخرج فضم وافتح الضم إذ حمى، وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف. نوصل لغاية ايه؟ بخلف. وادي فوائد الأقواس: صحيحا بخلف، وله الجوار المنشآت في البحر، وله الجوار المنشئات، المنشآت أما بقوله وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف. الفاء لمن؟ والصاد لمن؟ يبقى شعبة له الخلاف بين الايه؟ بين الكسر والفتح. من لم يظهر في الترجمة كلهم راحوا لهم الايه؟ الفتح. خلاص؟ وله الجوار المنشآت وايه؟ المنشئات قولا واحدا، قولا واحدا حمزة، بخلاف شعبة. التوجيه: قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن فتح أنه أراد اسم المفعول الذي لم يسمى فاعله، والحجة لمن كسر أنه أراد بذلك اسم الفاعل، كما تقول: أكرمنا فهن مكرمات، فهن مكرمات، وهن السفن، والأعلام ها هنا الجبال واحدها علم، اللي هي كالأعلام. نعم. يبقى صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع، اغلق عليها قوسين: سنفرغ لكم
أيها الثقلان سنفرغ، القراءة الأخرى اقرأ بالياء، سنفرغ 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 سيفرغ سنفرغ سيفرغ، أي نفرغ بالياء شائع، يبقى ضد الياء الإيه؟ ما فيش في الحركات شيء، ما فيش في الحركات شيء، الحركات كما هي. نفرغ حط مكان النون الإيه؟ يبقى يفرغ. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سيفرغ لكم أيها الثقلان. مين اللي قرأ بالياء؟ حمزة والكسائي يقرآن بالياء والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالنون. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: والقراءتان بمعنى واحد، لأن الفاعل هو الله سبحانه، فالياء على التوحيد والنون للعظمة والكبرياء. ومعنى سنفرغ سنقصد ونعمد. وقال أبو زرعة: قالوا لأن معنى سنفرغ سنقصد بحسابكم، ومعنى وقدمنا وعمدنا وقصدنا متقاربان. بيقول لك العبارات دي كلها ايه؟ متقاربة. وقال أبو منصور: من قرأ سيفرغ أو سنفرغ فالفعل لله، ومعنى سيفرغ سيقصد ليس أنه كان مشغولا ففرغ، ولكنه كما شاء. ما دي من الكلمات الإيه؟ يعني كما شاء، زي ما هي كده. سنفرغ لكم، يقول أنه لم يكن مشغولا وفرغ لهم، ولكن إيه؟ سنقصد لكم أيها الثقلان. نعم. شواظ بكسر الضم مكيهم جلاء. يبقى البدة عندنا لاحظوا كده، أول حاجة صحيحا بخلف، نفرغ الياء شائع، شواظ بكسر الضم مكيهم جلاء. ضم إيه؟ ضم الشين. يرسل عليكما شواظ، شي شو شي، شواظ من نار، شواظ من نار، شواظ من نار. ابن كثير انفرد بهذه الايه؟ بهذه القراءة. أبو منصور الأزهري وابن خلوي وابن إدريس والمهدوي على أنهما لغتان، وهو اللهب الذي لا دخان فيه، والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من هذا. هو اللهب الذي لا دخان فيه، واتفقوا على أنهم على أنهما لغتان. يعني أنا بقول لك كده، أنا بدور على واحد من الإيه دول أشوف أي حاجة زيادة، ما لقيتش. ده وده الكلام اللي قاله ده ولا قاله ده. أبو منصور الأزهري وابن خلوي، ودول كل واحد منهم 370 في سنة واحدة، وابن إدريس والمهدوي، وبرضو غيرهم برضو قال لغتان، بس أنا خدت الإيه الأقدم. نعم. ورفع نحاس جر حق وكسر ميم يطمث فلولا ضم تهدى وتقبلا. نغلق قوسين على إيه؟ ورفع نحاس جر حق. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ونحاس. يقرأ المشار إليهما بحق، وهما ابن كثير وأبو عمرو يقرأان إيه؟ نحاس. يرسل عليكما، بس في واحد هيقول شواظ اللي هو ابن كثير، يرسل عليكما شواظ، شواظ من نار ونحاس، من نار ونحاس. التوجيه لهذه القراءة: قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: ونحاس ها هنا معناه الدخان، ومن خفضه
عطفه على قوله من نار، ومن رفعه عطفه على قوله شواظ. يبقى الايه الخفض معطوف على الايه على النار، والرفع معطوف على الايه على شواظ. شواظ او شواظ هيبقى شواظ ابن كثير، شواظ ابو عمرو، وكسر ميم يطمث. خدوا بالكم الابيات دي من اول من هنا كده الكلام اللي جاي، وكسر ميم يطمث في لولا ضم تهدى وتقبلى، وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ، ونص الليث بالضم الاولى، وقول الكساء ضم ايهما تشا، وجيه وبعض المقرئين به تلا. بس كل ده في لم يطمثهن، لم يطمثهن. قال وكسر ميم يطمث، وكسر ميم يطمث في لولا. احنا عندنا هما ايه موضعين، موضعين. الموضع الاول، الاول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، لم يطمو الميم، الكلام على الميم، لم يطمثهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الموضع الثاني أول الآية، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الآية 56 والآية 74 عندك، الآية 56 والآية 74. إيه الحكاية دي؟ خدوا بالكم معانا عشان نمشي في الأبيات. وكسر ميم يطمث في لولا ضم تهدى وتقبلى. قال لك الموضع الأولاني ضم للمشار إليه بالتاء، اللي هو مين؟ دوري الكسائي. طيب وبعدين بيقول إيه؟ وقال، ما احنا عندنا دوري الكسائي والليف الاثنين رواة مين؟ الكسائي. احنا عندنا الدوري روى عن أبي عمرو وروى عن الإيه؟ عن الكسائي، بس الرواية عن أبي عمرو بواسطة اليزيدي، والرواية عن الكسائي مباشرة. خلاص، هنا احنا عندنا الليث اللي هو الراوي الاول اللي هو ابو الحارث، اللي هو ايه الراوي الاول لمين؟ للكسائي. والدوري هو الراوي الثاني للكسائي. فاحنا الان اللي معانا كل الكلام ده عن مين؟ عن الكسائي. كل الكلام الشغل اللي معانا الكلام ده كله عن مين؟ عن الكسائي. قال وقال به للليث في الثاني وحده. يبقى عندنا اول وجه الدوري عن الكسائي خد الموضع الاول، ضم الايه الميم في الموضع الاول. طب وادي كلام تاني، وقال به للليث في الثاني وحده، ده في كلام ان ايه، ان في الموضع الثاني اللي هو ابو الحارث يقرأ في الموضع الثاني بالضم لوحده ما معهوش حد. خلاص، اللي هو ايه شيوخ، وحده شيوخ، ونص الليث بالضم الاولى. قال ده كلام تاني اهو، ان ايه اللي هو الليث برضو اللي هو ابو الحارث قال انه ياخد الموضع الاول، يضم الموضع الاول زي مين؟ زي الدوري. طيب قال وقول الكساء ضم أيهما تشاء، وجيه وبعض المقرئين به تلا. أدي جاب لك الشيخ بقى الأصل بتاع الاثنين، يعني عايز تضم الأولاني ضمه، أو ضم الثاني يعني انضمت ده تسيب ده، ضم أيهما تشاء. خلاص، أدي الكلام. العلماء طلعوا من الحكاية دي كلها ثلاث مذاهب. المذاهب ذكرها ذكرت في اللآلئ، وذكرت ذكرها ابن القاصح، وبرضو الشيخ عليه رحمة الله الشيخ القاضي في الوافي برضو لخصها، اللي هي ايه؟ ضم الأول للدوري وكسره لأبي الحارث، أدي وجه.
يبقى ضم الأول للدوري وكسره لأبي الحارث. طيب الوجه الثاني ضم الأول للاثنين. طب ضم الأول للدوري وكسره لأبي الحارث ناخده منين؟ وكسر ميم يطمث في لولا ضم تهدى وتقبلة. ركزوا في الأبيات عشان خاطر تطلع الكلام اللي أنا بقوله ده من الأبيات. ضم الأول للدوري وكسره لأبي الحارث يؤخذ من إيه؟ وكسر ميم يطمث في لولا ضم تهدى وتقبلة. طيب ضم الأول للاثنين ناخده منين؟ ناخده منين؟ وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ. خلاص؟ لا نعم. ونص الليث لا ونص الليث بالضم الأول. يبقى ناخد ايه المذهب الثاني ضم الأول للاثنين للدوري والمين. ناخد برضو دي منين؟ ناخدها ايه ونص الليث بالضم الأول وفي الأولى ضم تهدى وتقبل. خلاص؟ طيب المذهب الثالث التخيير لكل منهما في ضم أحدهما. هناخدها منين؟ وقول الكساء ضم أيهما تشاء وجيه وبعض المقرئين به تلا. طبعا هنا في بعض أشياء خرجت عن الأصل. ايه الاصل؟ اصل الشاطبية التيسير. في بعض اشياء في هذا الكلام خرج عن اصل الايه؟ التيسير. المهم ان احنا الكلام ده كله ناخد منهم كم مذهب؟ ثلاثة. ضم الاولاني للايه؟ طيب طيب ضم الايه؟ للدور لوحده. طيب ضم الايه؟ الاولاني للدور والايه؟ والليف. طيب ضم الايه؟ ايهما تشاء. بس هنا قالوا حاجة، إذا كنت بتقرأ على شيخ تقرأ على شيخ تعمل إيه؟ تقرأ في الأولاني بالضم في الموضع الأول، تقرأ بالضم وبعدين تيجي تعيد تقرأ بالكسر، وبعدين تيجي في الثاني تبدأ بالكسر وبعدين تقرأ بالضم. واخدين بالكم؟ يعني أنت بتقرأ على شيخ للكسائي بقراءة الكساء، تأخذ الموضع الأول الكسر بالضبط. لا اسمعني بس، تقرأ الأول إيه؟ الأول لا لا، تقرأ الموضع الأول بالضم أول قراءتك، تقرأ أول ما تقرأ على الشيخ تضم وتعيد القراءة تيجي كاسر، وتعيد القراءة تيجي كاسر. أول ما توصل للموضع الثاني تبدأ بالإيه؟ يعني الأول تبدأ فيه بالضم وتنتهي إلى الإيه؟ بالإيه؟ كسر. والثاني تبدأ فيه بالإيه؟ بالكسر وتنتهي فيه بالإيه؟ بالضم. وكده انتهت. طب في كلام هنا للعلماء في دية؟ نعم في كلام. قال ابن خلويه، وطبعا واضح كده أن هما إيه؟ لغتين، وهما لغتان معناهما أيوة المعنى يطمث الافتضاد للأبكار. طبعا هنا ايه عندنا نص في القرآن الكريم إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. ولذلك المرأة العجوز التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصلي وأفعل كذا وكذا أدخل الجنة؟ قال اذهب يا امرأة، وهل يدخل الجنة عجوز؟ فبدأت تحوقل فقال اسمعي، أما سمعت قول الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا؟ ما في واحدة تدخل الجنة إلا وتعود إيه؟ بكر كما كانت. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. معنى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يفض غشاء بكارتها إنس قبلها. وخد العلماء ان الايه انس قبلهم ولا جان، ان الجن بيتجوزوا زينا. هيجي ده كلام ايه؟ كلام الامام ابن خلوي. المهم قال الشيخ ابن خلوي وهما لغتان معناهما الافتضاد للابكار، وهذا دليل على ان الجن
تنكح أي تتزوج. وقال ابن إدريس: وهما لغتان بمعنى واحد، طمث يطمث ويطمث، ومثله عرش يعرش ويعرش، وعكف يعكف ويعكف، ومثله كثير. وإنما كان غرض الكساء أن يقرأ باللغتين جميعا. ومعنى، والكلام موصول لابن إدريس، ومعنى لم يطمثهن هو الكلام على الإيه؟ على الحور، الكلام على الحور. إنما المرأة التي تزوجت في الدنيا تعود بكر في الإيه؟ في الآخرة. ومعنى لم يطمثهن لم يغشهن، وقيل لم يقتضضهن، ولعلها يفتضضهن. ممكن تكون دي خطأ من المحقق، إنه كتبها بالإيه؟ بالقاف. نعم. وبهذا ينتهي الكلام عن إيه؟ عن يطمثهن. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. هو يعني إحنا لما نيجي نتكلم على الجنة حتهون الدنيا باللي فيها، يعني كفانا كفانا نص واحد في كلام المولى تبارك وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كل اللي نفسك فيه. فاكرين لما قلت لكم اللي بيسألني بيقول ممكن ألاقي فسيخ في الجنة؟ قلت له وتلاقي ملوحة وتلاقي حتى الحاجة اللي انت ايه كل ما نفسك تطلب ان شاء الله حتى تطلب مش اي شيء. نص القرآن: تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كل ما تشتهيه نفسك وتسعد بصرك ويسعد عينك، فالكلام عن الجنة، تهون الدنيا بما فيها. لا ايه، قل متاع الدنيا ايه؟ قليل قليل. وحطوا تحت قليل دي 99 مليون، لان قليل. شوف لي انت، احسب لي كده لو وصلت 70 سنة تبقى متعتك في الدنيا كام. ده انا قعدت على بتاع الصبورة في المركز الثقافي، قلت لهم خليني كده هعيش 70 سنة ولا 80 سنة، علما باني بعد كده كل ما يتقدم السن بتبقى ملهاش لذة. تعالوا نحسب كام سنة ان انا ايه نتمتعها في الدنيا، بس مفيش وقت دلوقتي نبقى نحسبها في ايه، في وقت اخر. ابو 70 سنة او ابو 80 سنة متعته في الدنيا هتبقى كم سنة؟ هتلاقوا في حدود 7 سنين او 8 سنين، بس نبقى نحسبها في وقت اخر. واخرها يا ذي الجلال، اخرها اللي الموضع الاخير، واخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا، اللي هو ايه؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام. ذي الجلال والاكرام يقرأ الامام ابن عامر ذو بالواو رسمت، قال لك ايه؟ ورسم الشام فيه تمثلا. في المصاحف الشامية نجد ايه؟ تبارك اسم ربك ذو ذو، وانت بتقرأ تبارك اسم ربك ذي ذي الجلال والإكرام. التوجيه لهذه القراءة، يعني خلي بالكم هي موجودة في المصاحف ايه؟ الشامية، ونص عليها الشيخ هنا. قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: من قرأ ذي الجلال، ذي الجلال يبقى هنا هيتكلم على قراءة من؟ الجماعة. رده إلى ربك، رده إلى إيه؟ تبارك اسم ربك ذي. ومن قرأ ذو الجلال رده على قوله اسم اسم ربك ذو الجلال، يبقى رد على إيه؟ على اسم، رد على إيه؟ على اسم. ده كلام مين؟ أبو منصور الأزهري. ابن خلوي قال: إجماع القراء هاهنا على الياء إلا ما تفرد به ابن عامر فيه بالواو، لأنه جعله وصفا للاسم، جعله وصفا للإيه؟ للاسم. وجعله الباقون وصفا لقوله ربك، والوصف تابع للموصوف كالبدل والتوكيد وعطف الايه؟ وعطف البيان. وبهذا انتهت سورة الرحمن
عز وجل. وبعدين هي قصيرة في الـ في الـ في الـ في الشرح، لأن فيها عندنا إيه يطمث، خدت كام؟ خدت حوالي 3 أبيات إلا إيه قطعة قطعة. كل ده رايح فين؟ في يطمث سورة الواقعة. قال رحمة الله عليه: سورة الواقعة، الواقعة والحديد. يبقى احنا نبدأ بسورة الايه؟ الواقعة. عد الآية في العد الكوفي 96 آية، والعد البصري 97 آية، والباقون عدوا 99 آية. يبقى ما فيش كام؟ فيش 98. تاخدوا الحديد بالمرة؟ خدوا الحديد. الحديد 29 في العد الكوفي والبصري، و 28 عند الباقين. يبقى الباقي هيبقى عندك الايه؟ الشامي والمكي والمدنيان. قال رحمة الله عليه: وحور وعين خفض رفعهما شفا، وعربا سكون الضم صحح فاعتلى. اغلق قوسين عليه: وحور وعين خفض رفعهما شفا، في قول المولى تبارك وتعالى: وحور عين، وحور عين. قال خفض رفعهما شفا، يبقى شفا دول يقران ايه؟ وحور عين، وحور عين، وحور عين. يبقى الذي لم يظهر امامك في في الرموز يبقى كله يقرا ايه؟ وحور عين. وهو قال ايه؟ خفض رفعهما، قال اخفض الرفع، اخفض الايه؟ الرفع. لان هيبقى لو قال خفض بس هتبقى ايه؟ هيبقى في كلام تاني. طيب قال ابن ادريس رحمه الله عليه: فاما الجر ففيه وجهان، احدهما ان يكون معطوفا على ما عملت فيه في جنات النعيم، اللي هو ايه؟ فيه في التقدير في جنات النعيم وفي حور عين. ده عن مين؟ عن ابي حاتم. خلي بالكم الراجل ده بيجي جاي في الاخر يقول المعلومه عن مين، زي ما انا قلت لكم قبل كده كان يقول ايه عن الايه؟ ذكر الزجاج وغيره، الاربع مواضع اللي هم بتوع ايه؟ الاربع مواضع اللي هم في الفتح، اللي مثل ما ناول حق مثل ما، لما قال في الايه؟ في النصب اربع اوجه، بيقول موضعين للزجاج. طيب هنا بيقول ايه؟ يبقى ده بين عن ابي حاتم. والثاني ان يكون محمولا على المعنى، لان قوله سبحانه يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين الى قوله ولحم طير مما يشتهون، المعنى فيه ينعمون بذلك وينعمون بحور عين، فيكون ما عملت فيه الباء من قوله بأكواب محمولا على هذا الايه؟ على هذا المعنى. ويبعد، خدوا بالكم الملحوظة دي، ويبعد ان يكون مجرورا على ظاهر ما عملت فيه الباء، لان الحور ليس مما يطاف به. الحور دول ده كل واحد له خصوصياته، ده زوجته، انما هي ايه؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وابريق، الحاجات دي يطاف بها، انما ما تاخدش الحريه بتاعته وتروح يطاف بها. قال: ويبعد ان يكون مجرورا على ظاهر ما عملت فيه الباء، لأن الحور ليس مما يطاف إيه؟ مما يطاف به. وأما الرفع ففيه وجهان أيضا، أحدهما أن يكون مرفوعا على الابتداء،
التقدير لهم فيها حور عين، وهذا محمول على المعنى. ثم قال، لأنه الكلام كثير فأنا اختصرت، والثاني ذكر أبيات وذكر شغلانة عايزة إيه ناس تقال في اللغة. ثم قال والثاني أن يكون مرفوعا بالفعل التقدير يطوف عليهم حور عين، ودا عن أبي عمرو ابن أبي العلاء. نعم، وحور عين خفض رفعه ما شفى. المهم نعرف ايه يا اهل القراءات، حور عين حور عين بس. وعربا سكون الضم صحح فاعتلى، عربا اترابا سكن الضم، عربا اترابا صحح فاعتلى. الصد لمن والفاء لمن؟ يقرآن عربا اترابا، والباقون يقرؤون ايه؟ عروبا اترابا. التوجيه لهذه القراءه، قال ابن ادريس رحمه الله عليه: وهما لغتان عرب وعرب، وهو جمع ايه؟ عروب. مين العروب ده او مين العروب؟ قالوا العروب المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل. هي دي معنى الإيه؟ أصل الآية معنى إيه؟ إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني محببة إلى زوجها حسنة الإيه؟ هذه معنى الإيه؟ وذكر ده ابن منصور أبو منصور الأزهري ذكر كلام طويل جدا في هذا الموضوع. المهم قال: ومثل عرب وعرب في اللغتين كتب وكتب ورسل ورسل، ومثله كثير. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وخف قدرنا دار وانضم شرب في، وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفا ولا. اغلق قوسين على ايه؟ وخف قدرنا دار، دار نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم ايه؟ الموت، قدرنا وقدرنا. قال خف، وهو لفظ بها، وخف قدرنا هو لفظ بها، هي اصل الكلام. وخف قدرنا دارا، وخف ايه؟ قدرنا دارا. يبقى يقرا ابن كثير المشار اليه بالدال، يقرا ايه؟ نحن ايه؟ قدرنا بينكم الموت، والباقون يقرؤون ايه؟ نحن قدرنا بينكم الموت. قال غالب الأئمة: هما لغتان قدرت وقدرت، قدرت وقدرت. وانضم شرب في ندى الصفو، اغلق عليها قوسين، اغلق القوسين عليه الصف، فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم. وانضم شرب في ندى الصفر، يعني ضم شين شرب للمشار إليهم بالفاء والنون والألف، وهم حمزة وعاصم ونافع، يقرؤون ايه؟ فشاربون شرب الهيم، والباقون يقرؤون ايه؟ فشاربون شرب الهيم. قال أبو زرعة رحمة الله عليه: وهما لغتان العرب تقول، العرب تقول أريد شرب الماء وشرب الماء، أريد شرب وشرب. وقال آخرون، قال آخرون الشرب المصدر، والشرب بالضم الاسم. واحتج من فتح بالخبر، قال صلى الله عليه وسلم اللي فتح احتج بهذا الحديث في ايام التشريق، لانها ايام اكل وشرب وبعال،
طبعا احنا بنقرأ في الحديث احنا على لغتنا بنقول ايه ايام ايه شرب اكل وايه وشرب. الشيخ هنا واضح ان الحديث وصل اليهم بالنص ايه بالنص ايه الفتح. نعم نغلق قوسين وانضم شرب في ندى الصفو واستفهام إنا صفا ولا إنا لمغرمون أئنا لمغرمون المشار إليه بالصاد وهو شعبة يقرأ إيه أئنا لمغرمون والباقون يقرؤون إيه إنا لمغرمون غالب القراء قالوا توجيه واحد أبو بكر اللي هو شعبة يعني على الاستفهام والباقون على لفظ الخبر واستئناف الكلام على لفظ الخبر واستئناف الكلام. ثم قال الناظم رحمة الله عليه بموقع بالإسكان والقصر شائع وقد أخذ ابن مكسر الخاء حولا فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بموقع النجوم أدي بموقع بالإسكان والقصر شائع سكن إيه طيب واقصر إيه هاي هي هي يبقى فلا أقسم بموقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم. من اللي قرأ موقع المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي والباقون يقرؤون ايه بمواقع. قال ابن ادريس رحمة الله عليه فمن وحد جعله مصدرا كقولك وقع الشيء يقع وقوعا وموقعا والمصدر يصلح للتقليل والكثير ومن جمع جعل الموقع اسما ثم جمعه. وبهذا انتهت سورة الواقعة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله.